خلينا نستمتع بأول مسلسل من مسلسلات رمضان، أول تتر، تتر جعفر العمدة. إنما مش هنبتدي نسمعه. المسلسل الأكثر نجاحاً، يعني الأكثر نجاحاً، كلمات هشام الجخ وألحان وغناء أحمد سعد. إنما بالتأكيد مش هنبتدي أي حاجة من غير ما نقدم المايسترو محمود وحيد. الجميلة والبديعة اللي معانا دي مجرد جزء من الكورال الإجمالي، انتوا عددكم أكبر من كده بكتير. احنا عددنا حوالي 220 حاليا يعني، بس دولت يعني الجزء اللي يجوز ان هو يكون موجود النهاردة، اللي سعيد استوديو بس. ان شاء الله المرة الجاية والباقيين نعتذر لهم يعني، وان شاء الله المرات اللي جاية يكونوا معانا. ده عدد كبير قوي على كورال يا مايسترو. لا الموضوع ما هو برضو الغنى، هو اسمه غنى جماعي، غنى جماعي، كل ما كان جماعي اكتر وكل ما كان اكثر بهجه واكثر تاثيرا واكثر صح. صدقا ف ف ف من اكثر الحاجات المؤثره اللي بنتفرج عليها يعني عموما، مثلا السيمفونيه التاسعه بتوهم كان غنوها 100,000 متفرج في اليابان في مره كده، من الفيديوهات المؤثره جدا. في تونس في ايام الثوره التونسيه كان في الاستاد بيغنوا حاجه، كل ما كان العدد اكبر وكلهم بيغنوا صح، كل ده ما كان اكثر تاثيرا وابهاجا يعني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.